ممكن تكون متضايقه لكن بتجي بتقعد قدام الشاشه او اي مكان انت لازم تكونين. اكيد اصلا المفروض الوضع الطبيعي يحصل شنو؟ انك مشاكلك ما تجيبها لناس تزعجهم بها مهما كانت. تركب الشريحة الجديدة، تركب شريحة الشغل. في أي مجال، في أي مجال. يعني مهما كنت أنت الضغط النفسي فيه، فكر الشخص اللي قدامك ده ذنبه شنو بمشاكلك دي. ينعكس عليك فعلا. أيوه ينعكس عليك. لكن تركب الشريحة، أول ما تجي داخل الاستوديو وعايز تكتب حاجة ركب شريحة بتاعت العمل. دي بتعتمد على الكنترول الداخلي اللي بيخليك أنك تفرز الحاجات. أيوه تفرز الحاجات وتقسم الحاجات يعني. يعني مثلا إحنا كنساء في مشاكل كثيره بتواجه يعني ضغوطات في البيت، ضغوطات مع الاولاد، مع الزوج في العمل، في الشارع في حاجات كثيره. لكن مجرد ما مفترض تدخل يعني كان البيت او مكان العمل الحاجات دي كلها ورا تشيلها بعد العمل تشيلها معك زيها وزي اي شنطه تاخذها خلاص. انت اعلاميه في اي مجال والله مرئي ولا مكتوب مقروء؟ والله انا اصلا بحب المجال بتاع الاعلام. يعني يسوق لي مجال الإعلام من وأنا أقول لك يمكن طفلة صغيرة، بحب المجال بتاع الإعلام ده جدا. بحب يعني من الحاجة دي قامت جواي من زمن النشاطات المدرسية، المسرح المدرسي. كنت بكون قدام كده؟ أكيد كنت بكون قدام، ودائما أنا اللي بقدم في المسرح، أنا اللي بقدم الطلب. بحب كنت المجال ده جدا جدا. وبالعكس يمكن هسي الميديا ساعدت الواحد إنه يعني يكون في تواصل مع الناس. ايوه تواصل. يعني يمكن زمان الاعلاميين ديل كانوا بتكون حياتهم محصوره مثلا في حته معينه، انت مثلا في المنطقه دي انت مثلا بتكون عارف احداث المنطقه دي. لكن هسه حاليا الاعلام ده التكنولوجيا دي وصلت الناس يعني لمراحل بعيده جدا. الناس بيقدروا يتبادلوا معلومات في لحظات، بيقدروا مثلا يعرفوا الحاصل في لحظات. يعني التكنولوجيا ساعدت بطريقة جميلة جدا وبطريقة سريعة.